مندوب من الاتحاد الدولي كان بيتكلم مع اللجنه الخماسيه بتاعتنا وراجل كونغولي هو بس معاه جنسيه سويسريه يعني بيقول لهم بصوا الاتحاد الدولي ما فيهوش تهريج قرر الانتخابات تبقى في اكتوبر وهيبعت لكم رسمي هذا الكلام اللجنه الخماسيه بتقول ان احنا عايزين نعمل انتخابات على التصنيف الجديد بتاع الانديه اللي هم تبقوا 90 نادي و92 نادي عشان التصنيف يحصل اللجنه الاولمبيه جت قالت ايه؟ مفيش تصنيف الا لما الدوري يخلص عشان نعرف نصنف الانديه فلازم هنستنى لشهر نوفمبر والدوري يخلص في 30 اكتوبر فهنضطر لو دخلنا في نوفمبر مفيش دوري يبقى يمدوا للجنه دي سنه كل الكلام ده طبعا في المهندس هنا بوريدة والمجموعه اللي معاه مش سهله وبتشتغلوا ولها علاقات هنا بوردة هنا بوريدة واحد من اهم اربعه في العالم في مجال كره القدم دلوقتي مش لكم واحد من اللي بيديروا الكوره في العالم البورد بتاع الفيفا لا من اهم اربعه كمان جوه البورد ده لو هيئه المكتب يعني بتاعت الاتحاد الدولي فجاي تهرج معاه يعني يعني فطبيعي جدا فالمكالمه دي حصلت وقالت لهم بصوا بقى ما فيش تهريج آه، آه، ال، 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 الانتخابات هتتعمل في شهر اكتوبر القادم هيجي لكم رسم هذا الكلام تشتغلوا بقى على القديم تشتغلوا على الجديد اللائحه القديمه اللائحه الجديده احنا ملناش فيها على الاطلاق